يا الله، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. في هذا الفيديو أحب أوضح أمر مهم جدا وقع فيه أكثر المسلمون بسبب التأويلات الخاطئة والتفسيرات الخاطئة للقرآن والروايات الشريفة، ولا سيما أهم موضوع في هذا الأمر وهو قضية الإمام المهدي عليه السلام، بحكم اقترابنا من زمن الخروج والقيام المقدس. لذلك على كل مسلم عليه أن يعرف الحقيقة بنفسه ويبحث قبل فوات الأوان. لا يخدعوكم فقهاء الضلالة وأعوانهم، فإن الإمام المهدي عليه السلام قبل أن يخرج ويقوم سوف يرسل رسول للناس ليحتج عليهم كما احتج عليهم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. فلا تقعوا في خدعة فقهاء الزمان بأن الإمام المهدي عليه السلام يخرج وحيدا والناس تلتف حوله وتنتهي الأمر. لا والله، بل هي دعوة كدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويحتج على الناس كما احتج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك أتمنى منكم أن تبحثوا في هذا الأمر، وأتمنى منكم أن تطلعوا جيدا على الروايات والأحاديث الخاصة في آخر الزمان وروايات الظهور والخروج، وعليكم أن تفرقوا بين الظهور والخروج. لذلك إخواني أخواتي، الأمر مهم جدا، مسألة أمر جنة ونار، وليس فيها تهاون، بل هو تهاون معك وتضيع حظك وتضيع فرصتك في النجاة مع الله سبحانه وتعالى، وتضيع فرصتك في التحاق بالإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي عليه السلام يرسل رسوله ويمانيه الموعود الإمام أحمد الحسن عليه السلام مبشرا ونذيرا للناس، فعليكم أن تتبعوا يماني آل محمد كما نصت الروايات، فإن الملتوي عليه من أهل النار. وهذا، اللهم صل على محمد وآل محمد الأمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. أتمنى من الجميع أن يأخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار ويبحثوا، والهداية من الله إن شاء الله للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.